مرحبا. في البداية بنوجه تحية لأهلنا في اليمن ومتابعينا في بريطانيا. وثانيا معنا اليوم سيارة سبقت الرولز رويس بتوفير خاصية ومن سنوات، وفيها 5 مقاعد للأطفال. ما بعرف مين بلحق يخلف 5 أطفال بيحتاجوا مقاعد، وكذلك يمكن تحويلها لليموزين. خلينا نشوف مع بعض الكيا كارنيفال للعام 2023. هلا في الامام في عنا اللوجو الجديد لعلامه كيا، وفي عنا الاشكال الجميله شكلها تقريبا مستطيل وبتتكرر مع مصابيح الاضاءه العاليه في المقدمه، هاي المصابيح الاضاءه العاليه. اما في الاسفل في هاي المنطقه في عنا فتحات المفروض انه بتحسن الانسيابيه. في النسخه الاعلى تجهيزا من الكيا كارنيفال يلي معانا اليوم يلي هي البلاتينيوم، في عندك عجلات بقياس 19 بوصه وهي باللون الاسود. اما على الجانب ففي عنا في هاي النسخة كمان مرة زجاج معتم، وفي عنا خاصية حلوة. هاي الخاصية هي اللي ميزت الكيا كارنيفال قبل رولز رويس من سنوات. بال 1998 كان الجيل الأول من كيا كارنيفال وأتى بأبواب تفتح بشكل أوتوماتيكي. الرولز رويس بعتقد الجوست طلعت بال 2011 مع خاصية الإقفال فقط بزر. أما هون ففي عنا زرين على الريموت، وإذا بضغط زر الفتح بشكل كامل لمدة 3 ثواني السيارة بتفتح معانا البابين وباب الصندوق. طبعا أنا ممكن أعدل هاي الخاصية من الداخل بحيث أنه يصير في فتح فقط للبابين الجانبيين وبدون فتح باب الصندوق أو بالعكس. فهاي الشغلة، وممكن أضغط زر الإقفال بتسكر السيارة بالكامل بهاي الطريقة. مناسب جدا إذا في عندك أطفال بينزلوا من سيارة بعدك أو بيطلعوا على السيارة قبلك، فهاي الشغلة. على الجانب هنا في عنا التفاصيل يلي هي مشابهة للسبورتج يلي شفناها بالسبورتج، ولكن فعليا الكيا سبقت السبورتج في هاي التفاصيل. هاي التفاصيل شكلها مميز، خاصة أنه عمود السقف الـ A و B و D باللون الأسود، ولكن هذا الشكل مميز بالفضي. أما في الخلف ففي عنا شيء لطيف، غير المصابيح يلي شكلها مميز بالليل، في عنا الزجاج الخلفي نظيف تصميم لأنه المساحة موجودة في المنطقة العلوية. خلينا نشوف مع بعض في الداخل. طيب نحكي عن المقصورة، غير أنه غيرنا اللوكيشن في الداخل، أول إشي بتلاحظه أنه وضعية القيادة مشابهة للقيادة في السيارات الـ SUV مش السيارات الفان، وهذا شيء بيخدعك قليلاً لأنه ارتفاع السيارة 172 مليمتر عن الأرض، ولكن الدفع بالعجلتين الأماميتين يعني ما بتقدر تفوت فيها طرقات وعرة فعلياً. أما عن الجودة ففي عندك مواد جيدة الملمس في هاي المنطقة على جانب الأبواب، ولكن في مواد بلاستيكية أيضاً في الأسفل وفي الخلف. بعد شوية راح نشوف المنطقة الوسطى طرية الملمس، وفي عندك في هاي السيارة هاي النسخة في عندك مقاعد مدفأة ومهوية، وفي عندك نقود مدفأ، في عندك أيضاً كاميرا للرؤية الخلفية. هلأ في ناس بيقول لك إنه هاي الكيا كان مفروض تحط كاميرا في المراية الوسطية مشان إذا كان عندك ناس في الخلف تقدر تستعملها، ولكن يلي ما بيعرفوه إنه الكاميرا يلي في الكيا والهاينداي إجمالاً في مجموعة هاينداي بتقدر تشغلها حتى على سرعات عالية وتشوف الصورة خلف السيارة بشكل كامل. هون بالنسبة للنظام المعلوماتي الترفيهي، هلأ في عنا شاشة بقياس 12.3 بوصة، ولكن في عنا عدادات تقليدية في الأمام. في دول أخرى ممكن تكون هاي الشاشة، ولكن للناس يلي بيقودوا على الجهة اليمين مثل أستراليا وبريطانيا والهند هي ما لحقت تساوي شاشات في الأمام. عدا عن هاي الشاشة اللي أمامنا والتي يمكن إقرانها بالهواتف الذكية سلكيا عبر تطبيق أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، في عنا شاشة سفلية لنظام التكييف، وهاي المنطقة مشابهة للإشياء اللي شفناه في سيارات كيا وهاينداي وجينيسيس، ولكن مختصة في
هاي السيارة بنظام الصوتي، بما أنه في الأسفل في عنا شاشة لنظام التكييف، فهذا شيء جيد. ممكن تتحكم بالتكييف بشكل سريع من هاي المنطقة، وممكن تعدل التكييف من للمقاعد الخلفية بهذا الزر، أو حتى ركاب المقاعد الخلفية ممكن يعدلوه بشكل ذاتي. نظام المعلومات الترفيهي في هاي النسخة مع الشاشة الكبيرة إقرانه بيصير سلكياً. بالنسخ الأساسية من كيا كارنيفال الشاشة بتكون أصغر، ولكن يمكن إقرانها لاسلكياً في الهواتف الذكية، وهذا شيء غريب، يعني ليش سووها بهذا الشكل. على كل حال هذا النظام سهل التشغيل، سريع، جيد، وفي خاصية passenger talk، لأنه سيارة ضخمة. passenger talk بيسمح لي أنه أنا أحكي بصوتي الطبيعي، والركاب يلي في المقاعد الخلفية في الصف الثالث تحديداً بيسمعوني بدون ما أعلي صوتي. أنا بحكي وفي عنا مايكروفون في مكان ما هنا بينقل الصوت للسماعات الخلفية، فإذا بشغله أنا ببدأ أسمع صوتي بشكل صدى حالياً، ولكن الناس يلي في الخلف ممكن يسمعوني بشكل بسيط. نوصل لأنظمة السلامة والأمان. في عنا في هاي السيارة مجموعة متكاملة من أنظمة السلامة والأمان يلي منلاقيها في سيارات الهاينداي والكيا والجينيسيس. في عنا مثبت السرعة المتكيف مع الكبح التلقائي، في عنا كاميرا في الأمام في هاي المنطقة مشان تشوف الطريق أمامنا وتحدد المسار، بتساعدك من أنك أنت ما تخرج من المسار، وأيضا بتنصصك في المسار. في عنا خاصية رصد السيارات في المنطقة اللامرئية، وكذلك خاصية الخروج الآمن من السيارة، يعني إذا في أنا سيارة جنبي جاي بسرعة وأنا مش منتبه، حاولت أفتح الباب السيارة بتنبهني. فهي الأشياء كلها تضيف إلى السلامة. إلى ما سبق في عنا خاصية رصد الشاخصات المرورية وعرضها في الأمام، وفي عنا خاصية رصد تيقظ السائق. أما فيما يتعلق جيوب التخزين والعملانية فهي ممتازة في هذه السيارة، ولكن مع محاذير. في عنا المسند تحت يد السائق، كبير الحجم، ولكن بيحتاج برأيي لو كان في له منفذ تبريد بيكون ممتاز. في عنا علبة القفازات في هذه المنطقة، هي المكان الوحيد يلي بتوسع للقوارير الكبيرة. غير هيك الكاب هولدرز بتوسع الكاسات المتوسطة، ولكن إذا في عندك كاسات صغيرة راح تلاقي إنه هي نزلت بشكل سيء للأسفل. يعني بعتقد إنه الخيار بيجبروك إنك تجيب كوبس أكبر شوي. قوارير المياه الصغيرة بتوسع بكل بساطة في هاي المنطقة، وفي ألواح الأبواب أيضا. وفي عندك في هاي المنطقة مكان لتضع الهواتف، وفي هاي المنطقة وفي قاعدة لشحن الهواتف لاسلكيا، وإضافة إلى ذلك في هذا المكان في عندك منطقة لتخزين الأشياء أيضا. خلينا نطلع نشوف المقاعد الخلفية. طيب بالخلف في عنا الخاصية اللي حكينا عنها، واللي هي تفتح وبتسكر الباب بزر. كيا سبقت رولز رويس بسنوات. في الداخل فعليا انت بتحس انه في عندك ليموزين. حتى بهاي الوضعية في عندك مسافة كبيرة جدا بينك وبين المقاعد التي في الامام. وضعية القيادة المرتفعة بتخليك تحس انه السيارة واسعة. في عندك ايضا مظلات في هاي المنطقة، وفي عندك أزرار لنظام التكييف أنت ممكن تحكم فيها من جهة واحدة بس، وفتحات للتكييف، وفي عندك أيضا الشباك بينزل لهذه المنطقة تقريبا. الكرسي الوسطي مثل الكراسي الجانبية والكراسي الخلفية بيتسع، أو ممكن تثبت عليه مقاعد الأطفال. في عنا خمس مناطق تثبيت لمقاعد الأطفال. ما بعرف مين بلحق يخلف خمس أطفال بيحتاجوا مقاعد مرة واحدة، ولكن بشكل عادي ممكن تحطه وتعتبره مسند لليد. وفي عنا مسند لليد في الجهة الثانية بس ألاقيه بنزله، ففي عنا مسند يد آخر في هاي المنطقة. أنت بتقعد بكل راحة في الخلف، صراحة وضعية ممتازة جدا. هلا إضافة إلى ذلك في عنا فتحات USB-C لشحن الهواتف أو الأجهزة اللوحية. في عنا جيوب لتخزين الكتب إذا بتحب، وفي عندك جيب تخزين في الأسفل ومنفذ طاقة أيضا، وفي إمكانية أنك تحرك الكرسي يلي في الأمام من هاي الجهة بس لراكب هذا المقعد. في عندك خطاف أيضا ممكن تثبت عليه الشوبينج باكس، يعني أكياس تسوق أو
ممكن إذا في حقيبة ممكن تثبتها في هاي المنطقة أيضا. فالوضع ممتاز، ولكن واحدة من الأشياء اللي ما عجبتنا إنه الأرضية فيها تفاصيل كثيرة، لأنه ممكن تعدل الكراسي هاي للأمام والخلف، والتعديل هذا يعني إنه في سكك كثيرة جدا في الأرضية. السكك هاي راح ينزل فيها وسخ وراح تحتاج تنظيف بشكل مستمر وبشكل دائم. وحتى بعيدا عن السكك، الأرضية التفاصيل اللي موجودة فيها بعتقد إنه من الصعب جدا تنظيفها. هلأ الكرسي اللي في أو المقعد اللي في المنتصف ممكن إزالته بالكامل. أنا ما راح أحاول أساوي هذا الموضوع لأنه أنا خارج المنزل وما بدي أحطه على الأرض، ولكن ممكن إزالة هذا المقعد بالكامل والتحرك من خارج السيارة للمقاعد الخلفية بهذا الممر، فهذا شيء جيد. هلأ المقاعد اللي عندنا هي 8 مقاعد في هاي النسخة، ولكن ممكن نحولها ل7 مقاعد، وفي بعض الدول ممكن توصل المقاعد ل11 مقعد. ننتقل للمقاعد الخلفية وبفتح الباب بضغطة زر. أما كيفية الدخول للمقاعد الخلفية فبتصير بهذا الشكل. إذا ما بدك إنك تمر من هذا الممر، ترجع المقعد بهذا الشكل وممكن تعدله مشان يصير في عندك مساحة أكبر. مشان أوضح قديش في عنا مساحة، راح أنزل المقعد هذا وبهذا الشكل ممكن أنزل المقعد أو أحركه للأمام قليلا. هلأ بصير في عندي مساحة جيدة إجمالا. هنا الرؤوس مساند الرأس ممكن ترفعها، وفعليا أنا هلأ حتى حاسس حالي أنه راجع للخلف بشكل كبير. في عندي منافذ للتهوية للرأس، وفي عندي منظر جيد للأمام، خاصة أنه في عندنا فتحتين للسقف في هاي النسخة. في عندنا أيضا حاجب للشمس هنا أو ستائر جانبية، هذا إشي ما لقيناه بسيارات ثانية. وفي عندنا مناطق تخزين عديدة، وحتى في عندنا منافذ USB-A، في عندنا حملات الأكواب، وفي عندنا مكانين لوضع الهواتف الذكية. يعني كيا مشتغلة على الموضوع، حتى مهتمة بركاب المقاعد الصف الثالث. والمساحة اللي عندي مثل ما حكيت هي كبيرة، ولكن ممكن حتى أقدم المقعد اللي أمامي بحيث أنه يناسبني أكثر الوضع. هنا نشوف منطقة التخزين كيف، ضغطة زر كمان. بديكم تشوفوا معاي اللي صاير هنا. في عنا حيز كبير جدا في الأسفل، ممتد للأسفل جدا، لأنه كيا حطت العجلة الاحتياطية في منتصف السيارة وليس في الخلف بشكل تقليدي. فعنا هنا مكان ممكن تضع فيه الحقائب، وبيتسع لحوالي 620 لتر. أما إذا بتنزل المقاعد بهذا الشكل، أوبا شوي اتقال، ولكن في إلهم آلية بتساعدك إنك أنت يعني تحركهم بشكل بسيط إجمالا. إذا بتشيل كل المقاعد وبتنزل المقاعد هذولا هنا، بصير عندك المتسع 2900 لتر تقريبا، يعني ممكن تضع حوض سباحة كامل هنا. فمتسع ممتاز حتى مع المقاعد مرفوعة، حتى مع المقاعد نازلة، يعني العملانية جيدة، وحتى في عندك مخارج للطاقة في هاي المنطقة. هذا اللي نحكي لكم إياه. وفي عنا الباب بسكر بضغطة زر. مثل ما حكينا، السيارة اللي معانا اليوم هي عاملة بوقود الديزل، المحرك سعة 2.2 لتر، بينتج قدرة 199 حصان وعزم 440 نيوتن متر. علبة التروس أوتوماتيكية من شركة ZF بثمانية نسب. هاي علبة التروس ممتازة جدا ومتوفرة على جميع خيارات المحركات. السيارة في الأسواق الأخرى تتوفر بمحركات مختلفة عاملة بالبنزين، وكذلك في نسخة هايبريد من هاي المركبة. القيادة إجمالا هادئة، ما بتسمع صوت من برا. الأنظمة المساعدة بالقيادة بتخليني أرفع إيدي عن عجلة القيادة لحظيا إذا بدي أساوي إشي، زي ما حكينا المرة الماضية في سيارات الكيا والهاينداي. إذا بدك تشرب مي أو تعمل شيء من هذا القبيل، ممكن ترفع إيدك عن المقود لحظيا، ولكن
لازم تظلك منتبه. مثبت السرعة المتكيف أيضا بيساعدك على القيادة على الطرقات السريعة وحتى داخل المدينة لاحظنا. ولكن أهم شيء الاستهلاك في سيارة عائلية، من المفترض أنك أنت تمشي فيها مسافات طويلة وتتنقل في المدينة بشكل دائم، وربات البيوت بيوصلوا الأطفال على المدرسة وبرجعوهم من المدرسة. فاستهلاك الوقود، كيا بتحكي أنه استهلاك الوقود المفروض يكون عند 6.5 لتر لكل 100 كيلومتر. هذا رقم عجيب طبعا، 6.5 لسيارة بثمانية مقاعد، وممكن توصل في بعض التنسيقات ل 11 مقعد زي ما حكينا. ولكن عندي على قيادتي وحسب الطريقة اللي أنا ماشي فيها وتشغيل المكيف بشكل دائم مع التدفئة بشكل دائم، تدفئة المقاعد أيضا لأنه الجو عنا بارد في كاميرا. طبعا أنت بتسأل ليش بتشغل المكيف والجو بارد؟ مشان ما يصير في ضباب على زجاج من الداخل، فأنت بتشغل المكيف مع التدفئة، ها هي طريقة مشان تزيل الضباب من داخل السيارة. على كل حال مع كل هاي الأجهزة اللي بشغلها الاستهلاك عندي كان بحدود 7.2، فبحكي لكم كمان شوي لما أمشي بالطريق قديش الاستهلاك. كيا بتحكي إنه سيارة قادرة على قطر ما يصل وزنه ل 2 طن، يعني ممكن تجر وراك الدراجات أو المنازل المتنقلة أو القوارب. في أستراليا بيجروا كل هاي الأشياء، أنا بعرف في منطقتنا ما بيجروا كثير أشياء أو ما بيقطروا كثير أشياء في الخلف، ولكن في أستراليا بتلاقيها بشكل يعني طبيعي جدا إنك أنت تشوف ناس ساحبين وراهم حصان، دراجة، منزل، قارب، أي إشي بلاقوه بيسحبوه. فبنلاقي إنه القيادة هادئة بالمجمل، تتمايل السيارة على المنعطفات طبعا لأنه مرتفعة. مثل ما حكينا ارتفاع السيارة 172 مليمتر عن الأرض، والدفع بالعجلتين الأماميتين، يعني أنت ما رح تقدر تفوت فيها طرقات وعرة، ولكن رح تكون مناسبة في الدول يلي بكون فيها طرقات غير ممهدة. طيب يعني عندنا سيارة عائلية بثمن مقاعد على الأقل وأسعارها مناسبة، بتبدأ بنسخة الاس، بعدين الاس اي، بعدين اس ال اي، بعدين في عندنا هاي النسخة عالية التجهيز اللي اسمها بلاتينيوم المحركات، بحط لكم تفاصيلها وتفاصيل الأسعار، وبالتالي إذا بتحب ممكن تعمل بوز على الفيديو. المنافسات اللي عنا إيش هم؟ في عنا الهاينداي ستاريا، في عنا تويوتا جرانفيا، في عنا الفوكس فاجن مالتي فان، ويمكن المرسيدس بنز في كلاس. ولكن نحن بنلاقي إنه السيارة هاي ممتازة، تجهيزاتها جيدة، في نوعية البلاستيك يعني نوعا ما قاسية في بعض المناطق. العيوب اللي عم نحكي عنها هي عيوب قليلة بالمقارنة مع الميزات. العيوب في عنا مثل ما حكينا البلاستيك القاسي في الداخل، في عنا الأرضية القابلة للاتساخ، وفي عنا بعض التفاصيل القابلة للاتساخ أيضا في المقصورة مثل اللون الأبيض والبيانو بلاك على ألواح الأبواب وهذه التفاصيل. السيارة ما نقدر نحكي عنها أنه هي رياضية، ولكن أدائها مع محرك الديزل أداء ممتاز الصراحة. أما الميزات فهي عديدة، في عنا أنظمة السلامة والأمان، في عنا نظام المعلومات الترفيهي، في عنا أيضا تقييم هاي السيارة من برنامج تقييم السيارات الأوروبية الجديدة اليورو إنكاب وأستراليا إنكاب، 5 نجوم في تقييم السلامة، وحتى معهد السلامة المرورية على الطرقات العامة أو الطرقات السريعة الـ IIHS الأمريكي أعطاها توب سيفتي بيك، فأنت بتطلع أنت وعائلتك في سيارة مستوى الأمان فيها عالي. سيارة جيدة، أنا بعتقد أنه سعرها مقبول في هاي الفئة، مع أنه سعر نسخة البلاتينيوم شوي مرتفع، ولكن سيارة جيدة جدا. والخيارات يلي موجودة عنا في أستراليا قليلة، في دول أخرى ممكن تلاقي الهوندا أوديسي مثلا في أستراليا غير موجودة، وبالتالي أنا بعتقد للمقيمين في أستراليا ودول أخرى خيار الكيا كارنيفال للعام 2023 خيار ممتاز. نحن منجرب دائما ومنخبركم مشان تأخذوا الخيار الأفضل لكم. نشوفكم المرة الجاية ومع السلامة.